What's up, guys? What's up, what's up? شو فيها الدراري اللي عندكم أي سؤال ولا شي حاجة على فايبر؟ مرحبا. فيها الخد اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجة على فايبر؟ كاين شي دريد فايبر ولا مازال؟ إذا عندكم أي سؤال خليوه لي في الشات أو لا خليوه لي في كويشتن بار لتحت، غتلقاتهم واحد بلاصة فين تنزلوا السؤال، اكتبوا أي حاجة عندكم. فينا هما الدراري ديال فايبر؟ مازال ما بان حتى واحد. خويا اسماعيل، الا كان عندك شي سؤال ولا شي حاجه خليها لي في الكومنت، وداك الساعه الا كانت بوسيبل ديك الساعه ندوزو في اللايف. ما نقدرش ندوزك في اللايف وانا ما عارف حتى السؤال ديالك، حيت التوبيك ديال هاد اللايف هذا خاصو يكون غير على فايبر، فهمتي؟ يلا الخوت، كيبان ما عندكم حتى شي مشكل في فايفر اخي، كتبانو كتدخلوا الفلوس اخي، ما كاين حتى حاجه. خويا يوسف، كيفاش قصدتي كومبيتيشن طالع؟ ما كاينش شي سؤال ديالك، كاين غير حيت كومبيتيشن طالع. يمكن واقيلا ما كتبتيش السؤال ديالك. مامي، how are you brother؟ كيفتينا؟ بخير. ترى حتى واحد مازال ما كتب شي سؤال معوض. يلا الخوت، كاين شي حاجة على فايبر ولا والو؟ ما تنساوش اللي عندي شي سؤال يحطو يا اما في الشات يا اما في داك الكويشن، بلاصه فين كاين الاسئله. وحقا نصح من الاحسن يكونوا داك البلاصه ديال الاسئله، باش ملي يكون كنجاوب يبقاو الاسئله كاملين محطوطين تما، نهبط عليهم واحد واحد. يلا كيبان مازال ما كاينينش بزاف في اللايف، ولكن ام اوبن تو اني كويشنز. اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يخليها لي في بلاصه الكويشنز وغنجاوب عليه. اما هنايا في الشات كاين احتمال ما نشوفوش. ولا كيبان حتى واحد ما عنده شي مشكل.
خويا دي سليماني، ما عرفتش واش كتبتي لي السؤال في بلاصه الكويشنز ولا لا، كيطلعوا لي غير كويشن مارك ديالك تما، ما كاين حتى حاجه. ما عرفتش اصلا واش كتكتبوا الاسئله ولا لا، حتى انا مازال ما كيطلع لي والو. الا كتبتي لي السؤال في بلاصه الكويشن خليه لي تما هنا في الشات باش نعرفكم انكم كتبتوه، حيت مازال ما كيطلع لي والو هنا في الكويشنز. كتبتوا لي شي سؤال، اللي كتب لي شي سؤال يقولوا لي خير الله هنا باش نعرف واش السؤال جا ولا لا. هو جا السؤال الاول قال لك واش يمكن تطلع دغيا في الليفل حيت الهنود كثروا بزاف فايبر. خويا بس شوف شنو سميتك بعدا خويا يوسف، شو ناحيه ديال الهنود، الهنود راه كاينين في اي بلاصه فين ما مشيتي، راه حاليا راه هما بزاف، راه تقريبا من اكبر الدول اللي كاينين في العالم، من اكبر اللي عندهم الناس بزاف، يعني من عذرهم ما يكونوا بزاف كاينين في فايفر. ولكن هذه واحد الحاجه ما كيعنيش غتكون كاينه كومبيتيشن، حيت كما كنقول ديما للدراري بزاف كيبقاو يسولوني واش هاد الدومين هذا فيه كومبيتيشن، واش هذا فيه كومبيتيشن. البارح جاني واحد السؤال كيسولوني انا كنخدم بروغراماسيون، واش بروغراماسيون فيها فيها كومبيتيشن. ما كيهمش واش تكون كومبيتيشن ولا لا، اللي كيهم هو انك غادي تكون احسن من داك الكومبيتيتورز ديالك. انت دابا مثلا الا مشيتي لفايفر وقلبتي على الخدمه ديال 5 دولار غادي تلقى تما عامره بالهنود، ولكن انت ماشي ضروري تمشي وتانت تحط في راسك في نفس المستوى وتانت دير الخدمه ديال 5 دولار. انا ما عمري كنصح دير الخدمه ديال 5 دولار، غالبا خصك تسكيلي البيزنس ديالك. يعني مثلا غتبدا انت كدير واحد الخدمه ب 10 ولا 15 دولار وغتحاول تعلي داك الثمن شويه بشويه، داك الهنود ما غتبقاش حتى كومبيتيتور ديالو نهائيا، يعني الا عملتي شي حاجه احسن منه كيبقى غير تعمل شي حاجه احسن منهم، وفي نفس الوقت تعمل يعني تعمل شي حاجه احسن من الكومبيتيتورز ديالك كاملين ماشي غير الهنود. اما من ناحيه الليفلز راه اي ليفل غادي تقدر توصل له، ماشي شي حاجه صعيبه. وحتى واحد الحاجه اخرى، ملي تقلبوا الدراري على شي نيش، ملي كتقلبوا على شي حاجه في فايفر راه ماشي كتقلبوا على شي حاجه ما فيهاش كومبيتيشن، كيعني ان داك الدومين راه مزيان. حيت بعض المرات واخا كيكون كومبيتيشن قليله كيكون معناته ديك الدومين راه ما خدامش، ما فيه حتى واحد كيشري منه. يعني الهدف ديالك هو شنو، تشوف كومبيتيشن قليله ويكون حتى يعني الطلبات يكونوا بزاف. مثلا كتلقى شي نيش، نعطيكم مثال، غنقلبوا على شي نيش مثلا ديال نوشن اللي كنت هضرت عليه واحد المره في واحد الفيديو ومازال دابا غادي نهضر عليه. هاد السيرفيسز ديال نوشن هذا فقط غير اكزومبل صافي، كاينين بزاف بحال هادو، فيه تقريبا غير شي 600 ديال المنافسه ما مكمولاش، ولكن واخا فيه 600 ديال المنافسه ولكن فيه طلبات بزاف. يعني الا مشيتي للفيرست بيج وطبيتي نوشن راه غادي تلقى يعني داك اللي في الصفحه الاولى والصفحه الثانيه كاملين بايعين السيرفيسز ديالهم. كاين منهم اللي كتلقى بزاف، مثلا كتلقى واحد السيلر دايق عنده 100 ديال الريفيوز، وداك 100 ديال الريفيوز وداك النيش هذاك يلاه فيه واحد 600 ديال المنافسه. هادو هما اللي كنقصد بهم كيكون النيش فيه المنافسه قليله ولكن فيه الديماند عالي. اما الا قلبتي انت على الدومين اللي فيه النيش اللي فيه كومبيتيشن قليله وما فيهش الديماند بزاف، طبعا ما غايجيوك لا سرب ما غايجيوك لا اوردرز لا والو، كيعني داك النيش باللي راه عيان ما فيهش الطلبات بزاف. ومن ناحيه ديال الكومبيتيشن انا قلت لك ما تضربولاش الحساب، شتي الا كنتي درتي داك الشيء كيف ما خاصو يدار وخدمتي مزيان على البروفايل ديالك، شتي اكبر نيش اللي فيه كومبيتيشن بزاف فايفر اللي هو لوغو ديزاين، عندك لوغو ديزاين والفيديو اديتين، هادو اكبر جوج نيشات اللي فيهم منافسه بزاف طالعه بزاف فايبر. ولكن مع ذلك الا مشيتي وبديتي في هاد الدومينات هادو راه غتقدر تنجح فيه، راه شتي دير لوغو ديزاين بوحدو غادي تنجح فيه. ولكن غير هو ما خصكش تكون في حالك في حال كلشي، غتمشي انت وغدير غندير لك مينيماليست لوغو ديزاين وتبقى تستنى الاوردر ديالك. طبعا خاصك تخدم على الكيك ديالك مزيان. اخوان كيجيوني الاسئله، كيجيوني النوتيفيكاسيون في بلاصه ديال الكويشنز، بحكم اللي كندخل ما كيطلعوا ليش الاسئله تما، ما عرفت واش كتكتبوا الاسئله ولا لا. الا كنتو كتكتبوا الاسئله قولوها لي هنايا في الشات باش نعرف. خويا كيفاش نجيب اوردر كل يوم في سينجل كافر ارت؟
خويا كيفاش نجيب اوردر كل يوم؟ هذاك يعني واقيلا ديجا عندك شي اوردرز ياك، غتكون ديجا بديتي في داك الدومين هذاك ولكن ما عندكش اوردرز بزاف. خويا الا بغيتي تجيب الحاجه الوحيده اللي بغيتي تجيب بها الاوردرز بزاف، يعني كنهضروا على الاوردرز بزاف لواحد الدرجه، يعني ما تقدرش تهاندل هذيك الاوردر، الميساجات البلاصه ديال الميساجات ديالك يكونوا ما كيخواوش نهائيا، عامرين كليا، خصك ضروري اخا يطلع في الفيرست باج ولا الفيرست بيج ولا السكند بيج، حيت الهدف من فايفر انك فريلانسر هو تطلع عندك الفيرست بيج وتطلع عندك السكند بيج، وتكون مثلا فايفرز تشويس يعطيو لك داك البادج ديال فايفر تشويس، ولا يعطيوك داك البادج ديال ريبيتد كلاينت اتسيتيرا. الو كيفاش تجيب اوردر كل يوم؟ الا بغيتي الالغوريثم تلعب عليه ويفهمك بانك انت هنا كتقد على الطلبات بزاف وانك كديليفري بزاف، خاصك تكون كديليفري بالزربه. كيفاش كديليفري بالزربه؟ ماشي كيعني انك غادي يجيك اوردر واحد. دابا نفترض واحد الحاجه، مثلا انت عندك جوج اوردرز جاوك، واحد الاوردر جاك مثلا اليوم، واحد الاوردر جاك مثلا ولا البارح، فبلاص انت ما ديليفري واحد، تعمل واحد ديليفري واحد النهار وتصبر يومين ودير ديليفري نهار اخر، لا العكس، صبر خليهم مجموعين مع بعضياتهم وعمل ديليفري في نهار واحد في ساعه واحده، وهكذا الا مشاو تتاكسبطاو بجوج بيهم بحال اللي كتلعب على الالغوريثم، الالغوريثم كيفهم بانك انت راك كتخدم بزاف، راه ماشي كتخدم شويه، راه عملتي الديليفري الاولى ومن موراها ساعه ولا جوج ساعات عملتي الديليفري الثانيه، فهمتوني؟ يعني في هذه الحاله هذه خاصك تجمع، تحاول تجمع الاوردرز ديالك مع بعضياتهم. وكذلك واحد الحاجه، واحد القالب اخر اللي تقدر دير، هذا واحد القالب ما قلتوش الصراحه في اليوتيوب وبزاف ما كيهضروش عليه، اصلا ما عمري شفت شي واحد كيهضر عليه، اللي هي كتحاول مثلا تابسيلي الكلاينت في جيجات اوردرز مختلفين. مثلا نعطيك واحد الميتا، كنت خدام مع شي كليان واحد عندك وعملتي له واحد ديليفري وكملتي له وبغى شي اكسترا، فالا بغى مثلا شي اكسترا قال لك خاصني واحد بروجي اخر تخدم له ولا خاصني تزيد لي هذه الحاجه هذه، ما تزيدالوش في نفس الاوردر، يعني ماشي تمشي تما وتزيد ثمن الاوردر وتخدم له، لا حاول تعملها في اوردر واحد اخر، كتقول له انا غنصيفط لك اوردر واحد اخر، حيت حتى هذه القضيه هذه حتى هي كتلعب على الالغوريثم، وحتى هي كتبين الالغوريثم انك عندك هذا الكليان هذا طلب من عندك المره الاولى عاود طلب من عندك المره الثانيه، يعني كيكونوا عندك جوج ديال الاوردرز، كيكونوا عندك جوج ديال الريفيوز، واخا يعطي الريفيو ولا ما يعطيش، كيكون عندك جوج ديال كل حاجه، يعني جوج من اوردر. وهادو غير فقط بعض الحاجات اللي قلت لكم اللي تقدروا مثلا تحاولوا تدليفري بهم بزاف ديال الخدمات في واحد الوقت اللي هو قصير. كيبان واقيلا الاسئله في البلاصه ديال الكويشنز ما كيبانوا ليش، بان لي غير واحد صافي ديال اللي سولني على الهند، ما عرفتش فين واش المشكل. الا حاولوا تكتبوا لي تما، الا ما طلعش تما داك الساعه كتبوا لي هنايا في الشات بحال اللي دار كريس، ماشي مشكل. هذا كاين شي سؤال اخر؟ ولا كانت الفكره ما واضحاش كويس ولا يوسف قولها لي، ماشي مشكل نزيد نشرح لك اكثر. كنظن واقيلا الفكره باينه، الفكره هو تحاول تبين الالغوريثم ولا تبين فايفر انك كتخدم بزاف باش تجيب بزاف ديال الاوردرز اخرين، وباش تبين ان الالغوريثم كيخدم بزاف خاصك ضروري تكون كتبيع بزاف، ولا بغيتي تبيع بزاف خاصك ضروري تبروموتي راسك. ولكن الا كنتي ما عندك كيفاش تبروموتي راسك، هذا هو القالب اللي تقدر دير، هو انك مثلا تبقى دير تحاول تبين الالغوريثم انك انت كدير الخدمه بزاف في الوقت قصير، واخا غير بديك الخدمه اللي عندك. مثلا كانوا عندك ثلاثه ديال الاوردرز، حاول انت ديك ثلاثه ديال الاوردرز تعملهم في ويكاند واحد ولا ديليفريهم في نهار واحد، وهكذا باش كتحاول تكسب داك الكليان. ملي غادي تعمل مثلا ديليفري ثلاثه ديال الاوردرز في نهار واحد وغيتاكسبطاو في داك 48 ساعه، مورا داك 48 ساعه نيشان غادي يبداو يجيوك ميساجات جداد. علاش؟ حيت دفعتي الكيك ديالك جوج درجات في بلاصه غير درجه واحده، يعني في بلاصه واحد كيمشي غير ثقيل انت غادي تمشي بالزربه. وباش تطلع في الفيرست بيج وباش يجيوك داك البادج هذاك ضروري، يعني خاصك تفوت داك ليطاب ويكونوا كيجيوك اوردر كل نهار. اما هي ملي غتوصل لواحد النيفو في فايفر راه ماشي غيبقى يجيك غير اوردر كل نهار، راه غيبقاو يجيوك بزاف الاوردرز في النهار لواحد الدرجه اللي ما غتبقاش كاع تهاندي لي داك الانبوكس ديالك. شحال مره تقدر تخلي الفايفر ما تدخلوش ساعه جوج ساعات تلقى ترجع تلقى ثلاثه اربعه الميساجات جدد، كيولي عندك بحال عندك واحد البيج ديال السوشيال ميديا خدامه. اللي عنده شي سؤال اخر يسول هنايا في الشات.
خويا الكوتشي كيما نوقي الا جاوبتيني حيت قلت لك السؤال واش كتكتبوا تما، الا ما كانش بان تما عاودوا كتبوه هنايا في الشاط عافاكم، حيت كيبان الاسئله في تما ما كيطلعوليش في البلاصه ديال الكويشنز. يلا بان لي واحد هذا هو الميساج بوحدو اللي طلع لي. كيبانو ما عندكم حتى مشكل فايبر اخي، لا اسئله لا والو، ما كيبان خويا كتدخل الفلوس من فايبر. بالمناسبة كويس، انت قلت لي كدير سيرفيسز في سينجل كوفر ارت، ما عرفتش واش كدير هاد القضية ولا لا. بالحق تقدر توسع في داك الدومين هذاك، فهمتي؟ مثلا تقدر دير بزاف، تقسم الجيجات ديالك على جيج واحدة مثلا على بزاف د الجيجز. مثلا في بلاص غتكون كدير واحد السيرفيس ديال مثلا الكوفر ارت، انت غادي تقسم على ثلاثه، غتخلي هذيك اللي كتخدم بها وفي نفس الوقت دير جوج اخرين مثلا، كتقسم داك الخلبات اللي غدير. مثلا واحده غديرها لهاد ستيل هذا مثلا مينيماليست كذا، واحده غديرها مثلا بورتري ولا مثلا ارت ولا المهم انت غتعرف داك الشيء ديالك. انا اللي كنبغي نقول لك هو مثلا داك الستايل اللي غادي يجيوك غادي تحاول تقسم، ولا بغيتي كاع توسع دابا من ناحيه ديال مثلا سبوتيفاي ولا بعض السوفتويرز لي زابليكاسيون ديال الموسيقى، رجعوهم في بلاصه الكوفر، رجعوا كيديروا فيديو، يعني كيكون فيها واحد الفيديو كيكون فيه مثلا 5 سكوند ولا 6 سكوند وكيكون كيتعاود داك الفيديو هذاك. كذلك الا بغيتي توسع مثلا تقدر دير موفين ارت، مثلا غدير نفس السيرفيس اللي كديرها ولكن غديرها على شكل جيف مثلا. هادو فقط غير افكار وصافي اللي كيف قلت لك زعما يقدروا يفيدوك في الا بغيتي تزيد توسع اكثر. يقدر توسع بعض المرات كتبغي توسع بحال هذيك وكيصدق لك واحد النيش اكبر من نيش اخر. شكون اللي مازال عنده شي سؤال يسولني اخوتي؟ خوت كيوصلوني الاسئله في كيوصلوني نوتيفيكاسيون في بلاصه ديال الاسئله وبحق ما كيطلع لي حتى شي سؤال. الا ما كانش كيبان تما عافاكم كتبوه لي هنايا في بلاصه ديال الكومنت باش نشوف. المهم انا الخط اللايف غادي نخليه مفتوح لساعه هاد المكانه، حيت عارف بزاف ما كيكونوش كيدخلوا في السته واقفه، كاين اللي مازال عاد كيجي وكيكون عنده بعض الاسئله. سو اي سؤال عندكم جاوبكم عليه لمده ساعه، يعني مازال 41 دقيقه. الا عنده اي واحد شي سؤال، شي مشكل فايفر، شي حاجه هكذا نقدر نعاونكم بها، نقدر نجاوبكم دابا، حيت كيجيوني بزاف ديال الاسئله في الانبوكس. بالحق ما كنقدرش نجاوب على كل واحد، كيكونوا بعض الاسئله كيتطلبوا واحد الشرح كبير، يعني ما نقدرش نشرح لكل واحد، نعمل له مثلا بحال هكذا اوديو كبير ولا شي حاجه نشرح. هذه هي الفرصه اللي عنده شي سؤال ولا شي حاجه يسولني. Thank you.
هلا الخطوة والأسئلة، ما قلتوا ليش كيفاش جاكم براندين جديد ديال فايفر أكاديمي؟ واش كتكتبوا لي الاسئله في البلاصه ديال الكويشنز ولا على بعدا؟ خويا دي سليماني كيوصلوا لي غير كويشن مارك ديالك جوج، ما كيوصل لي لا سؤال لا والو. الا كنتي كتكتب السؤال كتبوا لي قبل من الكويشن مارك، ما كيبان لي والو، ما كنشوف لا اسئله لا حتى حاجه تما في بلاصه ديال الكويشنز. الا ما كانش كيبان تما عاودوا كتبوا لي هنايا في البلاصه ديال الكومنت وكتبوا لي، كنظن واقيلا شي مشكل حيت ما عرفتش علاش وصل لي غير سؤال واحد هو هذا ديال يوسف الوحيد اللي وصل لي بداك البلاصه ديال الكويشنز. عافاكم كتبوه لي هنايا في البلاصه ديال الكومنت باش نشوف. خويا كريس ما غنقدرش نحط اللايف في اليوتيوب بالحق، غادي نخليه هنايا في الانستغرام لمدة 24 ساعة، وإلا بغيتو اللايف غتلقاهم في واحد البيج أخرى في اليوتيوب كديرو ديما. أنا بلاتي نعطيها لكم، انتم كاينه الخوت واحد الباج في الانستغرام، واحد الدري مغربي داير واحد القضيه هنايا، داير واحد التشانل في اليوتيوب سميتها لايف تشانج ولا ليف تشانج، وكي بارطاجي اللايفات، وبالمناسبه هو اللي غادي يبارطاجي هذا اللايف هذا، وغتلقاو فيه حتى اللايف ديالي اللي درته قديم حتى هو كاين تما في داك التشانل هذاك. حيت انا ما نقدرش نخرج على البراندين ديالي في لاشين ديال اليوتيوب، وما نقدرش نبارطاجي اللايف غير بواحد المده قصيره ونحيدو، وفي نفس الوقت ما نقدرش نبارطاجي واحد اللايف اللي فيه ساعه ديال المكانه وفيه غير واحد 10 دقائق ديال الهضره ولا 20 دقيقه ديال الهضره. انا قلت لكم غادي تلقاو اللايف هذا نفسه غادي تلقاوه في الانستغرام مدة 24 ساعه غدا بحال هاد الساعه هذه، غادي نحيدو، والا بغيتو تشوفوه من بعد غادي تلقاوه في هاد الشانل هذه اللي سميتها ليف تشانج، انا غادي نكتبها لكم هادي. هادي بيج ماشي ديالي هاد الخوت بالمناسبه، هادي واحد الدري داير هاد القضيه هادي مزيانه الصراحه، كيجمع بزاف ديال اللايفات من انستغرام ولا من بروفايلز ديال المغاربه اللي كيخدموا اونلاين وكيبارطاجيهم في اليوتيوب. هادي واحد القضيه مزيانه حيت بزاف المرات كتلقى داك خونا ما متبعوش في الانستغرام وكيقول بزاف الحاجات ولا بزاف الفاليو في واحد الفيديو، كتدخل كتلقى تما، وفي نفس الوقت ما فيها لا كوبي رايت لا والو، حيت داكشي اللي كيبارطاجي ديجا كاين في الانستغرام، يعني ماشي غير بارطاجيه داك خونا في اليوتيوب ديالو. صافي الخوت انا قلت لكم ما كيبان لي حتى شي سؤال هنايا، الا كنتو كتسولوني عافاكم سولوني هنايا في بلاصه ديال الكومنت باش نشوف السؤال ديالكم. بلاصه ديال الكويشنز كتبان واقيلا ما خداماش، ما عرفتش المشكل شنو هو. خويا اسماعيل، خويا سليماني، الا كان كيوصلكم شي ميساج صيف ولا عرفتي اش غادي ديروا. شوف الا ما خدم لكم شي تما كتبوه لي في الانبوكس، انا غادي نجاوب.
خويا هاد سليماني صراحة ما عرفتش شنو هو المشكل. انا كنشوف التشات ديالك كتصيفط لي الاسئلة على ما اللي كيبان، بالحق هنايا ما كيبانش. والله ما عرفت المشكل شنو كاين. الانترنت عندي مزيان اكثر من 50 ميجا بير سكند، ما عرفت واش شي مشكل في الانستغرام ولا شي حاجة في السيتينغ. بالحق بلاصة هاد الكويستيون وبلاصة ديال التشات بجوج بهم ما كيبانوش فيها الاسئلة، كيبانوا بعض منه بحال دابا داك ويب كويستيون مارك ديالك بان، وبالحق في البلاصه ديال يعني داكشي اللي وريتي لي ما كيبانش هنايا. الا كان ممكن عافاك صيفط لي صيفطوا لي، شوف ما تصيفطوا لي لا سلام لا والو، شوف صيفطوا لي ديرك الاسئله ديالكم في الانبوكس باش نجاوبكم. سير ما حنا نتفاداو هذا المشكل هذا باش ما نبقاوش هما دابا عدو كيجيني اسئله. الخوت صافي صيفطوا لي هذه القضيه هذه كتبان مزيانه، بداو تصيفطوا لي في الانبوكس حيتاش هنايا ما عرفتش علاش ما كيبانش. غنجاوب السؤال ديال سليمان اللي قال لي سيلر بلاس. خويا سيلر بلاس كنت درت عليها واحد الفيديو في باتريون، كنت هضرت على هذه القضيه هذه كامله وهضرت على المميزات ديال سيلر بلاس واش مزيان تزيدو ولا لا. خويا سيلر بلاس واحد القضيه مزيانه، شخصيا انا كنفضلها، يعني كعامله هذه تقريبا اكثر من عام ما حيدتهاش، وكنديرها وكنخلصها عادي داخله من ديك الخسائر اللي كنخسر بحال اللي كنخلص اي حاجه في الشهر. ولكن واش كنشوف واحد الحاجه ضروريه؟ خويا ما كنشوفهاش شي حاجه ضروريه. الحاجات اللي كيعطيوك تما ضروريين بحال اللي كيعجبوني فيها انا الصراحه، اول حاجه كيفتحوا لك شي حاجات مثلا في السيتينغز ديالك. مثلا نفترضوا ملي كتكون كيجيك شي ميساج في الشات في الانبوكس ديالك، بحال مثلا باش كتبغي ملي كتبغي تجاوب عليه بحال شي كليان جديد، كتلقى في السفلي كتلقى تما الديتا عليه كثار، كتلقى مثلا شمن نجمات شحال النجمات هو عطى السيلرز اللي دازوا قبل منك. يعني مثلا كان شي واحد كيعطي غير نجمه واحده ولا جوج النجمات، كتنبا انت بديك شكون هو داك الباير قبل ما يشري من عندك. الحاجه الثانيه اللي كتفيدك مثلا الاناليتيكس، كيعطيوك داك في الاناليتيكس كيعطيوك واحد القضيه مزيونه كيزيدوها لك كتسمى كيورد اناليتيكس، كيعطيوك بحال كتشوف الكيوردز اللي كيجيو لك منهم السيلز اللي كيجيو لك منك الكليكس وداك الشيء هذاك. الحاجه اخرى اللي كيزيدوا لك اللي كتعجبني كيزيدوا لك مثلا داك كتبقى تكونتاكتي بحال عندك واحد الكاستمر سبورت ديالك، ماشي كاستمر سبورت ولكن كيتسمى سكسس ماناجر. يعني فايفر خدامين معاها بعض سكسس ماناجرز كيكونوا ماناجر ديال النجاح كما كتسمع عليه، يعني سكسس ماناجر، وكيكونوا خدامين مع فايفر وهما يعني كيكون عندهم واحد مجموعه السيلرز مكلفين عليهم. بحال دابا مثلا انا وبعض السيلرز اخرين عندنا كيكون سكسس ماناجر واحد، وهذا السكسس ماناجر كيكون عندك بحال واحد الماناجر ديالك بيسيكلي، عندك الكونتاكت ديالو تما، كيكون عندك الايميل ديالو تما، وتقدر تعمل معاه زوم ميتينغز تما، تقدر تهضر معاه تصيفط له ايميلز الا عندك شي مشكل شي حاجه يعاونك. عندك الحق كتختار ما بين يعني ربع ساعه ونص ساعه كنظن، ما عرفتش واش زادوا ساعه ديما كانوا لا ديال الميتين، يعني عندك الحق تهضر معاه نص ساعه شحال ما بغيتي تعاود ديال المره، تقدر تهضر معاه دابا تهضر معاه غدا فوقاش ما بغيتي، كيولي بحال سكسس ماناجر ديالك، شي واحد كيعاونك الا كان عندك شي مشكل اتسيتيرا. سو هادو فقط بعض الحاجات اللي كيزيدوهم، كيزيدوا لك شي حاجات اخرين كما قلت لك. ولا كنتي ليفل 2 سيلر هاد القضيه هادي كتعاونك باش كتدفعك تطلع من توب ريتد سيلر. واخا هاد القضيه هادي دايره اكثر من عام صراحه وما طلعتش عندك توب ريتد سيلر حيت هما اللي يختارك، ولكن ماشي شي حاجه اللي كبيره ماشي شي حاجه اللي مهمه. الوغ هادو هما الحاجات اللي كنشوفهم انا مزيانين فيها.
واش تستاهل ولا ما تستاهلش. انا نقول لك الصراحه، الا كنتي كتشوف مثلا عندك واحد الدخل كافي، داك 39 دولار ما غاديش يتمكن لك شي حاجه كبيره، يعني تقدر تخلصها في الشهر ماشي مشكل، ديرها فهمتي، غادي تقدر تفيدك مع الوقت، ولو غير بهاد الحاجه ببساطه، يعني الا عطاتك غير الكيورد ولا شي حاجه غادي تفيدك. ولكن الا كنتي كتشوف يلا كتقاتل مع ديك فهمتي 500 دولار 600 دولار ولا كذا، وكتشوف راسك مثلا ما قادش على ديك 39 دولار تخلصها ديما، فهاد الحاله هذه ماشي مشكل فهمتي، ما تفكرش فيها بزاف، وماشي واحد الحاجه اللي هي ضروريه. نتمنى نكون جاوبت لك على السؤال ديالك، الا عندك اي شك ولا لي ما فهمتيهاش. بالحق انا شخصيا انا قلت لك انا دايره اكثر من عام تقريبا دابا. نشوف السؤال اخر. خويا سالم، واش شنو هما البريفز اللي كيطلعوا فوق الجيك؟ ما عرفتش اين بريفز كتقصد، واش كتقصد البريفز ديال ما عرفتش اللي كتقول لي كيطلعوا فوق الكيك، واش البريفز ديال اللي كتصيفط لهم انت مثلا ملي كيجيك شي ملي كتبغي ما كيكونش عندك الخدمه والكلاينت اللي كينزل البريف ديالو انت خاصك تاكسبت، واش داكشي اللي كتقصد؟ حيت ما عرفتكش واش كتقصد من ناحيه ديال الباير، يعني كيطلعوا فوق الكيك ملي كتمشي تشري شي سيرفيس، يعني ملي كتشوف السيرفيس ديالك كباير، اولا داك البريفز اللي كيطلعوا يعني ملي كيكون انت هنا في البيج ديال السيلر ديالك. اذا كان ممكن صيفط لي شي سكرين شوت ولا شي. Hey, where up, brother? How are you? يلا how is everything going? Any questions? ما كيبانو ليش انا قلت لكم صيفطوا لي في ممكن حتى مشكله اخويا سليمان، انا عطيتك الاوبينيون ديالي والراي ديالي شني كنظن بسيلر بلاس، ولكن الا كنتي كما قلت لك كيبقى الراي ديالك انت واش غادي ديرها ولا لا، واش كتشوف بالاستطاعه ديالك ديرها ولا لا، ولكن من الناحيه ديالي انا كنشوفها انا عامله حيتاش عامله وصافي، بحيت ديجا كيقولوا لي غتعطيك داك الدفعه، ديجا كنعرف سيلر بلاس ما عملتها المره الاولى عجبتني خليتها ما اهتميت لها شي بزاف، وكنبقى نشوف مره بداك الكيورد. ولكن الا كنتي كتشوف راسك ما غاديش تفيدك بزاف بلا ما ديرها اخويا، ماشي شي حاجه اللي ضروريه. السؤال الثاني اللي سولني سليماني، بغيت نسولك على كيفاش تسكيلي تولي عندك تيم ديالك وخدامين نيت فايفر مولتيبل اكاونت، انت ديجا عندك تيم يمكن. خويا سليماني شوف، هنا عندك هنا بزاف ديال الحاجات اللي خاصني نذكرهم في هذا السؤال هذا، منهم ديال مولتيبل اكاونت تقدر دير هذه القضيه هذه، مثلا كيكون عندك، كنعرف انا الدراري اللي مغاربه كيديروا هذه القضيه هذه، مثلا كيكونوا مجموعين جوج ولا ثلاثه بهم وكيبقاو يشدوا الخدمات، وملي كيشدوا الخدمات كيبقاو يعاونوا بعضياتهم ايتترا. ولكن انا الصراحه ملي كنهضروا على كيفاش تسكيلي ويولي عندك تيم ديالك، هنا كان ولا حيدنا داك فايفر بزاف ديال الكونطات، هنا كنهضروا مزيان على القضيه هي اللي كنقول لك انا اللي كنصح بها ديما، اللي كيفاش مثلا تسكيلي البيزنس ديالك ويرجعوا عندك مثلا خدامين معاك الناس. هاد القضيه هذه اللي كنصح بها انا شنو كدير مثلا واحد الكونط واحد، الا كان عندك جوج ماشي مشكل انت وشي واحد، ولكن انا باش كنصح هي كيكون عندك كونط واحد وهاد الكونط هذا كيكون مسكيلي مزيان، يعني كتكون مثلا وليتي فايفر برو ولا وليتي ليفل 2 سيلر على الاقل فهمتي، ولا توب ريت طبعا هما كيختاروك السيلر بلس وهذاك عفوا فايفر برو، ولكن كنظن فهمتيني، يعني كتسكيلي البيزنس ديالك لواحد الدرجه اللي كيبداو يوليو يجيوك بزاف ديال الميساجات، فهاد وبزاف ديال الكلاينتس ما كيوقفوش،
فهاد الحاله هادي كتسكيل البيزنس ديالك اللي كنصح انا دير هو كتشوف اللي يخدموا معك سالاري بالعدد الساعات ديالك يعني بحال موظف عادي وانت كتجيري كل شيء يعني انت كتبقى تشد الخدمه من فايفر وكتبقى تصيفط له. هاد القضيه هادي هي اللي كنصح بها انا واللي هادي هي اللي كنسميها انا سكيلين. يعني كيفاش مثلا غادي دير؟ كيقدر يكون يا اما شخصي مثلا شي واحد كتعرفه كدير بيرو هنايا ولا شي بلاصه هنايا ولا غير كل واحد يخدم من الدار ديالو كتعمل له بالساعات ديالو وكيخدموا معك من هنايا بالسالير ديالو كتصيفط له الخدمه وكيصيفط لك الدليفريز ديالك. اولا كتشوف شي واحد فيرتوال كما داير انا داير فيرتوال يعني الناس خدامين معايا مع على برا من دول واحده اخرى وكنديروا كل شيء اونلاين وكنصيفط له الخدمات اللي كيجي الشد انا ديال الكلاينت وكيصيفط لي هو. غير هي كتكون واحد ترانسبيرنسي. كيفاش ترانسبيرنسي؟ يعني ماشي كنجي وكنقول له انا غتخدم معايا وغنصيفط لك هادو تبين واحد السهوله ولا تجيب شي واحد مثلا اللي كيخدم غير 300 دولار ولا 400 دولار في الشهر فهمتي وتبقى تحاول تستمر عليه وتحاول تصيفط له الخدمه بزاف. لا خصك تشوف شي واحد اللي كتشرح له السيتواسيون كيفاش عامله كتقول له شوف كتقول وانا مثلا فريلانسر وانا هاشني كندير وهاشني كندير وخاصني شي واحد اللي يعاونني وكتدير له السالير ديالو العدد الساعات ديالو اللي غادي تخدم معاه وملي كتكمل له وملي ولا زاد مثلا فوق داك الساعات ديالو فهاد الحاله هادي كتزيد تخلصو غالبا كتكون 40 ساعه في السيمانه صافي وكتخلصوا وكهاد القضيه هادي كتكون مزيانه وفيها الربح بزاف. علاش؟ حيت مثلا نفترضوا دابا نهضر لك انا في الحاله ديالي مثلا ديال الديزاين ياك يعني الديزاين انا عارف كاين بروجيات كيتشدوا بالفلوس بزاف. يعني مثلا تخيل معايا انت خدام معك شي واحد داير له 800 ولا 700 ولا داير له 1000 دولار في الشهر مثلا اللي كيتخلص وهذا واحد الصالير اللي كيكون مزيان بزاف مقارنه الا شديتي شي واحد مثلا من اسيا ولا شي واحد من لاتينو امريكا يعني اللي كيكون عندهم حتى هما بيدهم الخلاص تقريبا حنا. ماشي غتمشي تقلب على شي واحد امريكاني ولا شي واحد اللي غادي يمشي يتعلم السكيل ويهرب لك. ثم غادي تشوف هاد القضيه هادي وملي غادي تكون انت كدير داك كتخلصو مثلا 1000 دولار وعندك مثلا خدام معك هو وانت كتشد اوردر واحد كتشد فيه 1000 دولار 500 دولار 600 دولار ولا اكسترا هادو فهاد الحاله هادي كيقدر الا خدم لك غير خمسه ديال الاوردرز راه هو دخل لك مثلا 3000 دولار وانت مخلصو غير 1000 دولار. هادي فقط غير اكزومبل صافي اللي عطيت لك بالطريقه اللي كنقصد بها السكيلين. اما الا كنتي كتهضر لي على باش دير بزاف ديال الاكونت وديك الشيء ما كنشوفهاش شي حاجه وزائد الا كان شي واحد داير بزاف داك هاد بزاف ديال الاكونت كيعنيو بزاف ديال الاشخاص يعني كل شخص غيكون فيريفي بلاكارت ديالو فيريفي بالمعلومات ديالو يعني النهار اللي غادي هو اللي غيكون عنده الداتا ديال الاكونت كاملين يعني النهار اللي غادي يوصل توب ريتد سيلر اللي غادي يشوف الاف دولارات داخله في داك الكونت راه ما غيبقاش يستناك حتى يخدم معاك وتدوز هاد العمليه كامله الشركه راه اي واحد يقدر يخدم بهذا الكونت هذا ديالو. سو هذه الطريقه اللي قلت لك اللي خدامه انا في الكورس اللي خدام عليه دابا اللي كنوجدو اللي هضرت عليه ديجا في اليوتيوب هضرت على هذه القضيه هذه ولكن دخلت فيها شي شويه ديب وشرحت حتى كيفاش تلقى هاد الناس هادو وكيفاش تخدمهم كيفاش تصاوب معاهم الكونترا ودخلت في شي معلومات اللي هي معمقه اكثر يعني شرحت حتى شي طريقه كيفاش تلقى بها الفيرتوال اسيستنت وكيفاش مثلا ماشي كيفاش انك تلقى غير واحد ولا جوج لا كيفاش تلونسي مثلا واحد البوست في واحد الدوله معينه اللي هي ما كايناش هنا يعني ماشي قريب واحد الدوله اللي هي بعيده وداك البوست ديالك كيتنشر في بزاف ديال الفريلانسرز وداك الفريلانسرز كيبقاو يصيفطوا لك الطلبات ديالو وانت كتشوف كل واحد شحال كيتخلص السي في ديالو فاش كيفهم وداك الشيء هذا كامل كيصيفط لك البورتفوليو ديالو وكتقدر من بعد دير معاهم اونتروتيان بروفيسيونيل كل واحد دير معاه مثلا بسته بيهم ولا 10 بيهم ولا شحال ما بغيتي وكتختار منهم واحد ولا جوج اللي غادي يخدموا معك. هاد الطريقه هذه اللي كنشوفها انا بروفيسيونيل وكنشوفها كتلقى فيها احسن الناس اللي غيخدموا معاك حيت جربت نعمل ديك القضيه ديال مثلا تشوف في المغرب الناس اللي خدموا معاك وديك شي بحال ما كيكونش داك الشيء بحال اللي كتعملوا هيدا بسوسيتي كيكون بروفيسيونال كيكون الناس على برا وفيرتوال كنصدق هذيك كنظن هذه القضيه هذه كتصدق احسن كنظن وضحت لك الفكره واقيلا شرحت اكثر من القيد. خويا دابا عاد فهمت السؤال ديالك سالم اللي قال لي ديالاش شنو كتقصد بداك بريفز ماشي بريفز ولكن شنو كتقصد بداك جيت بريفز هذيك جيت بريفز هذيك خاصك تخليها اكسبتي يعني خليها اون ماشي اوف حاول تشعل اللي صيفطتي لي في سكرين شوت حاول تشعلها يعني تخليها اون والسبب انا غنشرح لك دابا ملي كي صيفط لك شي ملي كيجي شي واحد من الكيك ديالك وكيصيفط لك ميساج كاين بعض المرات كيدخل كيصيفط لك ميساج وكيتكونتاكت معك عادي انت كتحدد شحال خاصو يخلص وداك الشيء هذاك وكتشطر معاه وكتعمل له الاوردر
اللي غادي اكسبتي وغادي تبدا معاه الخدمه. هذه باينه، ولكن هذا الجيت بريف شنو هو؟ عند كاينه واحد القضيه، الكلاينت عنده الحق يصيفط لك البريف بلس انه يصيفط لك ميساج. يعني شنو كيدير؟ كيمشي مثلا وكيختار انه شحال غادي يخلص الثمن، المده اللي خاصو يخدم بها، وكيعدل بزاف ديال المعلومات، مثلا ديال مثلا المعلومات على الديزاينز اللي خاصو، شنو هما الحاجات اللي خاصو. بحال دابا مثلا انت داير جوج ريفيجنز ولا ثلاثه ريفيجنز، هو غادي يصيفط لك بريف فيه مثلا ديجا 6 ديال الريفيجنز. يعني هو كيعمل داك الكاستم اوفر اللي كدير انت باش كتصيفطو له الكلاينت، هو كيأكسبتيه؟ لا، هو اللي كيديرو، كيدير داك البريف في راسو كيما خاصو هو وكيصيفطو لك، وانت يا اما كتأكسبتيه يا اما كترفضو. الا اكسبتيتيه ديك الساعه كتصيفط له بان بالبلاصه باش انه يخلص. يعني صافي راك انت اكسبتيتي داك القوانين ديالو، اكسبتيتي داك البريف اللي خاصو هو. يعني ماشي هو خاص مثلا جوج ريفيجنز وطلب لك مثلا 10، انت مزيانه معك مع داك الشيء هذاك. وهاد البريف هذا واحد القضيه اللي مزيانه وعيانه صراحه، حيت بعض المرات كيجي شي واحد كيصيفط لك بريف بواحد الثمن اللي هو قل. يعني كيصيفط لك تخدم $100 ولا $200، وكيجي شي واحد كيصيفط لك بريف ديال $10 ولا $5. الحاجه هذه ممكن تكون اهانه، يعني ما كيكونش غير تخربيق وصافي، ولكن بعض المرات كتكون واحد القضيه مزيانه. سبق لو وقعت لي هاد القضيه هادي، كيجيني دابا مثلا ديجا انا عامل البريميوم، الثمن ديال البريميوم اللي دايرو $750 تقريبا، وداير شي الاكسترا وديكشي، ولكن كاين بعض المرات الكلاينت كيجي وخاصو شي حاجه كثار من داكشي. مثلا انا داير جيد لاين فيه مثلا 10 صفحات ل 20 صفحه، هو كيجي خاصو جيد لاين فيه 30 صفحه مثلا، ولا خاصو واحد العدد كثار ديزاين. شنو كيعمل؟ كيمشي تما وكيختار الحاجات اللي خاصو كاملين، وكيصيفط لي الكاستم اوفر فيه مثلا $1000 ولا مثلا 1200. يعني هو اللي كيحدد الثمن اللي خاصو هذا الكلاينت هذا، كيصيفطو لي انا كنأكسبته. يعني هذه العمليه كتصدق احسن من انك تمشي وتبقى تشطر معاه وتهضر معاه ويقول لك واحد الثمن شحال كدخله هذه شحال دخله هذه. هذيك البريف انت ما غتخسر والو، خليها اون. تقريبا ما غايجيوكش بزاف البريف، نقدر نقول لك في عام كامل كيجيوني تقريبا 10 هكذاك تقريبا ديال البريفز، ماشي واحد النسبه اللي قليله يعني مقارنه بواحد 200 ولا 100 ولا 200 اوردر. سو خليها انت ما غتخسر والو، ربما هذه واحد الفرصه اخرى تزعم بها الكلاينت يصيفطو عندك. نتمنى نكون جاوبت لك على الميساج ديالك. خويا العز برو، انا سيلر 2 تنجيب تقريبا اوردر كل نهار في الديزاين نيت. خويا سليماني ما عندي ما نسلك، هذه واحد الحاجه مزيانه كيفرح هيدا ملي كنسمع، فهمتي؟ بزاف الناس هيدا في المغاربه اللي تاهما بدهم كيخدموا اونلاين، حيتاش انا في الاول ملي بديت ما كنتش عارف بلي كاينين بزاف ديال المغاربه اللي مهتمين بهذا الشيء هذا واللي كيخدموا اونلاين، ولكن هذا الشيء هذا اللي دهشني، فهمتي؟ وجبرت بزاف الناس كيخدموا، وهذه واحد الحاجه اللي زعما صراحه ماشي اي واحد كيقدر نديرها، حيتاش تبع حدك انت خدام مغربي وكدير هذا الشيء، الو غادي تفهم كيفاش اغلب الناس كيفكروا في المغرب على فايفر، وكيفاش كيجيبوا السيل الاولى وكيفاش كيجيبوا السيل الثانيه. دابا انت ديجا دوزتي داك الشيء هذاك، يعني كتشوف داك السهوله ديال الامر، وديجا عندك واحد الاكسبيريونس في الدومين، يعني ماشي بحال شي واحد اللي يلاه بادي. وان شاء الله فهمتي تمنى لك علاش توب ريتد سيلر، وفهمتي كثر واخا هما كيختاروا داك الشيء، ولكن انتينا وزهرك والليفل 2 سيلر راه تقدر دير به بزاف الحاجه، حتى هو واحد الحاجه لواحد الدومين، يعني واحد الليفل اللي هو خدام مزيان. وانا هذا هو الهدف ديالي الصراحه من هذا الشيء هذا اللي كندير، وهذا الشيء ديال الدوره اللي دايره دابا واللي داير ديال سكيلين وداك الشيء هذا كامل. الهدف ديالي هو نجمع يعني واحد الكوميونيتي ديال هذا الشيء ديال فايفر اللي كيخدموا اونلاين، هذا الشيء هذا ديال في المغرب، حيت انا كنتفاهم دوز تقريبا 3 سنين خدام بوحدي سد على راسي في الدار ديالي، فهمتي؟ ما كنخدم كل شيء راسي خارج على العالم، يعني بعيد على العالم الخارجي كما كيقولوا. وكتوصل دابا حاليا الهدف ديالي من هذا الشيء هذا هو نقربوا من بعضياتنا اكثر، علاش مثلا ما نبقاوش نتلاقاو ونعاونوا بعضياتنا في حاجات بحال هكذا، كتخرج شي حاجه جديده كنكونوا حنايا من الاولانيين اللي كنعرفوها ايتترا. ثانك يو سو ماتش فور يور سبورت خويا سليماني، ولا عندك اي سؤال ولا شي حاجه مرحبا. نتمنى نكون جاوبت لك على الاسئله ديالك. يلا مازال شي اسئله اخرين ولا لا؟ مازال غير قسمين الخبز، مازال قسمين السبعه غادي نغبر.
هذا شكون اللي مازال عنده شي سؤال؟ جاوب تقريبا كنظن وقيل على 5 ديال الأسئلة. شكرا شكرا خويا سليمان. قبل ما كنتي جبتي الاوردر في الاول ولا كنتي بديتي عاد اكتشفتي لاشين؟ هذا الخوت بقى 10 دقائق، اللي عندي شي سؤال ولا شي حاجه يسولني. اصلا اللايف بزاف ديال الدراري خرجوا دخلوا وخرجوا، كنظن مازال واقيلا غير 3 في اللايف. الو اللي عندي شي سؤال يقولوا لي، حيت مازال غير قسمين وغادي نسد اللايف. خويا سليماني ما عندي ما يسالك والله. شوف راه باش تفهموا القضيه اللي كاينه، دابا كان سليماني صايفط لي ميساج وقال لي بلي راه كان متبع لاشين من الاول، حتى هو بيدو دابا خدام في فايفر مده طويله والحمد لله، دابا شاد بيرو وغادي يبدا التيم ديالو، غيدير معاه الدراري اللي غادي يخدموا له داكشي ديال الديزاين وغيكبر البيزنس ديالو. هذه واحد الحاجه اللي صراحه واعره بزاف، هذا هو اللي كيتسمى موراكان دريم، واحد حاجه اللي فهمت، هذا هو اللي كيتسمى سكيلين ديال فايفر. ملي كنهضروا على فايفر هادشي اللي كيجيني للبال الخوت، ماشي فايفر كنبقاو نهضروا على فايفر 5 دولار 10 دولار اخر كيقول لك كيفاش غادي ندخلوا فهمتي نتشطروا مع الكليان. وهذه طبعا داكشي هذاك هو البدايه، ولكن الهدف من هادشي هذا كامل والهدف اللي كنبقى نقول لكم ديما هو سكيلين البيزنس ديالكم هو هادشي هذا. انا كنخدم ديزاين ديال ستريمين. ما عندي ما يسالك اخويا اخويا سليماني. الصراحه بيست اوف لاك، ونتمنى نشوفك في وسط الكوميونيتي ان شاء الله. انا صيفط لك فهمتي في انستغرام، وداك الساعه هذه واحد حاجه واحد ستيب اللي هي كبيره، وهذه واحد حاجه من بين الحاجات اللي كنت نذكرهم في الفيديو ديال الفيديوهات ديالي. وديما كنقول اننا خصنا نتعاونوا مع بعضياتنا وخصنا نكبروا التيم ونديروا بزاف ديال الحاجات، وهذه واحد الحاجه اللي كتفرح. نجاوب على ميساج. مازال شي سؤال الخوت؟ جوج 8 دقائق مازال. ويا ياسين مرحبا. يلا الخوت اللي مازال شي سؤال الاخر، مازال غنجاوب على سؤال واحد، مازال الوقت باش نهضروا على سؤال واحد ديال من غادي ديال من غادي يكون هذا السؤال هذا. ها هو سليم سولني واحد السؤال، شنو هو الماكسيموم ديال الامبريشنز باش يجيك الاوردر؟ يعني شحال الماكسيموم اللي غادي ديال الامبريشن اللي باغيها باش يوصل الاوردر؟ هذا واحد السؤال اللي مزاون صراحه، هذا خصو فيديو عليه بوحده، ولكن هذه فرصه مزيانه. جا السؤال الاخر في هذا السؤال هذا. من ناحيه ديال الامبريشنز باش نبداو خصنا نعرفوا بان راه ما كاينش شي قاعده محدده. انا غادي نقول لكم شحال تقريبا، ولكن ما كاينش شي قاعده محدده. راه يقدر يجيوك 10 ديال الامبريشن ويجيك سيل، يقدر يكون عندك 1000 ديال الامبريشن وما تجيك حتى سيل. يعني هذه واحد حاجه خاصك ديرها في بالك انها كاحتمال، يعني ما كتكونش غير هما كاين شي حاجات اللي كيلعبوا واحد الدور. هنا غالبا كنهضروا على الامبريشن تقريبا كيكون واحد على كل مثلا كيكون تقريبا 100 باش نجيك نيشان، ما بين 100 200. علاش كيكونوا 100 200؟ حيتاش كاينه واحد القاعده كتكون 1 1% 1% 1% اتسيتيرا. يعني شنو المعنى ديالها؟ على كل 100 امبريشن غادي يجيوك 10 ديال الكليكس، وعلى وفي كل 10 ديال الكليكس غادي يجيك واحد الاوردر.
هذه واحد القاعده كاينه في الماركتين، يعني ماشي غير فايبر وصافي، كاينه في بزاف ديال الحاجات. يعني حتى مثلا الناس اللي كيطلقوا الادز في فيسبوك ولا كيطلقوا الادز في جوجل راه كيعرفوا هذه القضيه هذه. طبعا ملي كتزاد النسبه راه كتكون واحد الحاجه مزيانه، وملي كتنقص راه طبعا كتكون واحد الحاجه خايبه. ولكن حنايا تقريبا باش هكذا كتكون، يعني كتكون واحد النسبه قليله من داك الامبريشنز كيجيبوا لك الكليك، وواحد النسبه قليله من داك الكليك كيجيبوا لك الاوردرز. يعني انت فوقاش غادي يجيك الاوردر؟ ما فكرش ان واش الامبريشنز بزاف باش يجيوك الاوردر، فكر واش الكليكس كيجيوك. يعني مثلا الا جاوك نقولوا حنايا 10 الكليكس 20 الكليكس بداو كيجيوك الكليكس ولكن ما كاين حتى اوردر، فهاد الحاله هادي راه غيكون عندك شي مشكل، خاصك تمشي وتشوف المشكل اللي عندك. يعني واش شي حاجه كاينه في الكيك ديالك اللي كتخلي الناس ما كيدخلوا كيكليكيو على الكيك ديالك وما كيشريو شي؟ يعني هذه واحد الحاجه اللي كتبين ان الناس مهتمين بك، كيشوفوا الطامبلين كيشوفوا، لكن ملي كيدخلوا كيلقاو شي مشكل عندك في الكيك ديالك. يعني اما غيكون الاثمنه، يا اما مثلا عامل شي ريفيجنز بزاف، مثلا شي حاجه في الباكاج ديالك ما معوطاش مزيان. يعني هادو هما الحاجات اللي كيكونوا. الا كان مثلا عندك واحد النسبه الكليك قليل، واحد النسبه الكليك بحال هذا قلت لكم 10 20 30 اكسترا وكيجيوك الاوردرز، فهاد الحاله هذه مزيانه. ولكن باش نقول لك كاينه واحد القاعده اللي غادي تطبقها، واحد العدد بالضبط اللي غادي يوصل فيه الامبريشنز غادي يجيوك الاوردرز، هذا راه ما كاينش. ولكن حنايا الدور ديالنا شنو هو؟ هو نتعايشوا مع ديك الامبريشنز ونعرفوا شنو، يعني كيفاش نقراو داك الامبريشنز هادو. وكنت هضرت على واحد الفيديو قبل في اليوتيوب درتو فري، هضرت فيه تقدروا تشوفوا، شرحت فيه الالغوريثم ديال فايفر. وكذلك في الدوره هذه عملت واحد الفيديو عاود خصيصا كنهضر عليها وبتعميق اكثر، هضرت على هذه القضيه كيفاش تفهم كيفاش تقرا الامبريشنز. يعني اون فوا كتمشي الامبريشنز ديالك وغتعرف انت ديك الكيك هذيك واش عندك فيها شي مشكل، فين هو هذا المشكل هذا، واش الكيك ديالك مزيانه بزاف مثلا، فوقاش تكون هذه الكيك هذه تعرفها ما تموديفي فيها حتى حاجه، وهذه الكيك هذه تموديفي فيها شي حاجه. ولكن صراحه يعني كنظن الفكره سهله، حاول ما يكونوش الامبريشنز بزاف ويكونوا الكليكس. ولكن في حاله ما، غير في حاله ما كان مثلا الامبريشنز ما كاينينش، في هذه الحاله هذه راه ماشي خاصك تلعب غير على الكليكس وصافي، ولا خاصك تلعب على ديك الناس اللي كيشوفوا الكيك ديالك وما كيتفاعلوش معاها. يعني هنا في بلاصه ما غادي تشونجي شي حاجه اللي كاينه في الاثمنه ولا في الحاجه اللي قلت لك في الاول، في هذه الحاله هذه راه خاصك تشونجي الحاجات اللي كيشوفهم الكلاينت في الاول. يعني شنو هما الحاجات بحال الطامبنيل ديالك وبحال التايتل ديالك، هاد جوج الحاجات اللي خاصهم يتبدلوا الا ما كانوش عندك الامبريشن. والا كانوا عندك الامبريشنز وما كانوش يعني كانوا عندك الامبريشنز وكانوا عندك الكليكس وما عندكش الاوردرز، فهاد الحاله هادي خاصك تبدل شي حاجه عندك في الاثمنه ولا شي حاجه عندك في الباكاجيز ديالك. يعني خاصك غير تفكر كانك انت هنا كلاين وتحط راسك في بلاصه واحد غادي يشري. يعني انت مثلا ملي تفتح الكيك ديالك شوف انت واش مقتنع بها ولا لا. شحال من واحد مثلا كيمشي كيحط طامبنيل ما كيضربش فيه حتى الوقت بزاف، يعني كيمشي كيصاوب واحد الطامبنيل عادي ولا كيمشي يصاوب مثلا واحد التايتل عادي وكيلونسي الكيك ديالو وكيبقى يضيع واحد الوقت في الديسكريبشن ويضيع واحد الوقت فهمتي في الحاجات اللي هما ما مهمينش في ذاك المرحله هذيك، فهمتوني؟ سو في الاول انت حاول تضيع واحد الوقت كبير، وحاول ديما ملي تصاوب الطامبنيل وتصاوب التايتل وتصاوب الكيك ديالك ديما حط راسك وشوف داك الكيك ديالك هذيك واش مزيانه مقارنه بالكلاين بالكومبيتيتورز ديالك، واش واحد الحاجه انت شوفها وحطها في جانب الكومبيتيتورز ديالك وشوف فين هي اللي غتعجبك اكثر. خاصك تعجبك ديالك، خاصك ديما تعمل احسن من داك الكومبيتيتورز ديالك. وهذه واحد الحاجه ديما كنقولها لكم، الا بغيتي تبداو فايفر ما كيهمش المنافسه، كيهم تكون احسن من داك المنافسه هذيك. سو كنتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله ديالكم. كنظن وقت اللايف غير تسالى دابا، مازال ما باقي حتى سؤال. جاوبتكم على الاسئله ديالكم، جاوبنا تقريبا على 6 ولا 7 ديال الاسئله. انا غادي كما قلت لكم هاد اللايف هذا غادي نخلي في الانستغرام 24 ساعه، ومغدا في حاله الساعه هذه غادي نحيدو. الا بغيتو تتفرجوه في الانستغرام راه غادي تجبروه في هاد 24 ساعه هذه. الا كنتو ما غاديش تتفرجوه في الانستغرام بغيتو تتفرجوه في اليوتيوب، ولا بغيتو مثلا تتفرجوه من بعد في اليوتيوب، راه كاينه واحد لاشين دايره واحد الدري مغربي اللي سميتها ليف تشانج، انا كتبتها لكم هيا نعاود نكتبها هنايا، اسمها ليف تشانج. وهاد الدري هذا راه هو اللي كياخذ اللايف ديما، هو اللي كيبارطاجي تما، وماشي غير اللايف ديالي اللي غتلقاو، تلقاو اللايف هذا وغتلقاو اللايف اللي درتو قديم، وغادي تلقاو حتى شي لايفات اخرين تما. سو ثانك يو سو ماتش،
فور واتشين وفور يو سبورت ولا اي حاجه والله العظيم. لكن ما قلت لكم في فيديو البارح راه واخا كاين واحد نسبه كبيره ديال المشاهدين وكيبقى يطلعوا لي مثلا واحد 500 600 800 ديال الفيوز في النهار مثلا، ولكن ديما كنحس براسي قريب من واحد النسبه قليله منكم. هيدا نتوما اللي كنعملوا اللايف مع بعضياتنا، من الناس اللي كيبقاو يكومنتوا والناس اللي كنحس منهم انهم مقربين مني، وهذه واحد الحاجه اللي كتفرحني بزاف. ثانك يو سو ماتش فور واتشين. ولا عندكم اي سؤال ولا شي حاجه تقدروا تصيفطوا لي في الانستغرام، بحال كنتعطل شويه حيت انا من ديك النوع اللي ما كندخلش بزاف في الانستغرام. سو غادي تقدروا تصيفطوا لي في كومنت، صيفطوا لي في اي طريقه، انا كلشي كنشوفو. ثانك يو سو ماتش اجين اند سي يو ان ذا نيكست فيديو اون يوتيوب.